هذه الانتخابات أعطت مؤشرا على أن النتائج متشظية جدا، لم يحصل أي طرف على أغلبية كبيرة تمكنه من ربما تشكيل حكومة، ويجب أن تتم تحالفات وتشكيلات. ولكن التيار الصدري الذي حل أولا، قال زعيمه مقتدى الصدر على أنه لا تقاسم للسلطة على حساب الشعب، ويجب أن يكون السلاح حصرا بيد الدولة. كيف ترى مستقبل العملية السياسية في العراق على ضوء التحشيد من الحشد الشعبي وإعلانه التمرد، دعنا نقول إن صح التعبير، على النتائج، وبين الواقع الذي أفرزته هذه الانتخابات وهو التشظي والانقسام، والذي يحتم على الفرقاء السياسيين أن يلتقوا في ائتلافات، دعنا نقول حكومية أو برلمانية؟ طبعا في نظام العالم كله أنه الفائز بالانتخابات، لو تكلمنا عن نظام طبيعي جدا، سوف نرى أن الفائز بالانتخابات هو من سيشكل الحكومة، ثم الذي لم يفز ولم يحالف الحظ سيذهب إلى المعارضة وسيكون كتلة معارضة لهذه الحكومة، هذا الطبيعي. ولكن في العراق للأسف أن نظام المحاصصة الطائفية الموجود في العراق هو لم يوجد ولم يوفر شيء اسمه معارضة داخل البرلمان، لأن الجميع سوف يشترك في السلطة. مقتدى الصدر سوف يكون له رئاسة الحكومة وله الجزء الأكبر من الكعكة العراقية، من ثروات العراق، من السيطرة على العراق، ثم بعد ذلك سيتحالفون مع الجهات الأخرى. سوف نشهد تقاسم للوزارات، لحتى الدوائر الضيقة سوف تتقسم بين الأحزاب والكتل السياسية، بمعنى أننا سنشهد حكومة ضعيفة جدا هذه المرة، وكل تصريحات مقتدى الصدر لا قيمة لها على أرض الواقع، لأن الواقع يقول أن هناك شيء اسمه المحاصصة الطائفية والحزبية، بمعنى أن الحزب الفلاني سيأخذ عدة وزارات، الحزب الفلاني سيأخذ عدة مديريات وهكذا. أيضا أمر آخر، أن رئاسة الحكومة هي بالمجمل سوف تذهب إلى الشيعة، رئاسة البرلمان سوف يذهب إلى السنة، رئاسة الجمهورية ستذهب إلى الكرد، بمعنى لا قيمة للانتخابات، فالانتخابات لا تحدد هي من سيكون رئيس الحكومة بالمعنى المطلق، وإنما هناك في حدود ضيقة هي. فإذا هذه المحاصصة لا يمكن أن تأتي بحكومة قادرة على أن تقود العراق وتخرجه من المآسي والمستنقع الفساد والدمار الذي هو فيه، إلى بر الأمان لا يمكن. نختم بمصير مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الحالي، هل يمكن أن يجدد ربما التيار الصدري الثقة في مصطفى الكاظمي لإضفاء ربما بعض يعني دعنا نقول الاستقلالية على الحكومة، بما أن النتائج لا يمكن أن تخول له تشكيل حكومة بمفرده والذهاب بها لنيل الثقة وما إلى ذلك، أم أن التيار الصدري سيأتي بشخصية أخرى ويعني يتخلى عن مصطفى الكاظمي بعدما ذكرته دكتور ثامر بأنه مهد له الطريق في هذه الانتخابات ليفوز بالأغلبية؟ من خلال المعطيات على الأرض، من خلال الشواهد، لا يمكن لمصطفى الكاظمي أن يعود برئاسة ولاية ثانية، وإن التيار الصدري سيتخلى عنه كما تخلوا عن آخرين قبله، وإنه وقع في مصيدة التيار الصدري بعد أن يعني ضحك عليه، فلا يمكن أن يعود. والتيار الصدري لديه عدة مرشحين من التيار الصدري حصرا سوف يقود الحكومة القادمة، بالإضافة حتى لو سلمنا جدلا أن مقتدى الصدر سيرشح الكاظمي، فإن الكتل الأخرى والميليشيات التي ذكرناها سابقا والأحزاب الأخرى لن تقبل بهذا الأمر، لأنها ستكون أيضا لها كلمة في هذا الإطار. فإذا لا، مستقبل مصطفى الكاظمي انتهى وسيذهب إلى مزبلة التاريخ، لأنه لم يقدم شيء للعراق إلا الخراب والدمار وحرق المستشفيات وسوء الأوضاع التي مر بها العراق، ستكون في سجله الأسود من خلال الحكم الذي حكم به العراق.